أكيد أحمد، يعطيك ألف عافية ورح نضلنا على تواصل معك. أهلا وسهلا فيك وفيكم جميعا. يعني اليوم هيك نفس حلقتنا عن العودة إلى المدارس بنقدر نقول، ومعظم ضيوفنا عم يحكوا اليوم عن نظام غذائي صحي، وبنفس الوقت بنقدر نخلي أطفالنا يكونوا مبسوطين لما يروحوا على المدرسة، ما يحسوا حالهم محرومين من إشي، لكن بنفس الوقت يكون وجباتهم الغذائية متنوعة وهيك يعني النكهات مختلفة. مريم المقدد اليوم ترجع بتنضم لنا بوصفات جديدة ووصفات مميزة بنقدر هيك ندلل أطفالنا فيهم. صباح الخير مريم. صباح النور، كيف حالك؟ تمام، كيفك انت؟ وانت بألف خير يا رب. اليوم في عندنا هيك شوية وصفات عشان المدرسة، في عندنا أكواب الشوفان بالتفاح، بإمكانها تكون بأي نوع من أنواع الفواكه الثانية. في عندنا هون زي فطيرة الجبنة، كثير سهلة ومكوناتها سهلة كمان، وبإمكانهم الأطفال نفسهم يعملوها. وفي عندنا اللي هي لفائف زي السوشي رولز، بس سندويشات. يعني الاولاد هيك بحسوا في تنوع بالغذاء. طيب انتم شايفين اليوم عندنا كثير وصفات، فرح نبلش معك مريم باول شيء. اول شيء بدنا نبلش اللي هي باكواب الشوفان. اكواب الشوفان نحتاج لها اللي هي معلقه ملح، معلقتين قرفه، معلقتين صغار قرفه، معلقتين صغار من البيكنج باودر، وتفاح مع مبروش. طبعا انا بحب اقشر التفاح لانه اغلب التفاح اللي بيجينا هون في البلد بيكون مشمع، فبيكون عليه زي طبقه شمعيه، فاحسن لنا انه نبرشه على اساس انه ما ناخذ هاي الطبقه الشمعيه. تمام. وفيها كمان حاطه فيها اللي هو بامكان الواحد يحط مثلا موز. انا اليوم مستخدمه هون اللي هو الابل صوص. اوكي. صلصه التفاح. صلصه التفاح اللي هي نفسها اللي هي مربى تفاح، لكنها اخف شوي. مخففه. مربى تفاح مخففه. اوكي. ومستخدمه هون عشان التحلايه، مستخدمه اللي هو شراب القيقب اللي هو الميبل سيروب. اوكي. ميبل سيروب مفيد جدا، بامكاننا نستخدمه هو او نستخدم اللي هو العسل، لانهم فيهم مواد غذائيه وفيهم انتي اوكسيدنتس وفيهم معادن وفيتامينات، يعني عكس السكر العادي. السكر العادي ما فيه هالاشياء، ما بعطينا اياها. وفي هون عندنا الفانيلا، بيضه، وكاسه حليب. اوكي. يس. اول شيء بنعمله بنحط المكونات الجافه اللي هي عندنا الملح. هون في عندنا بالضبط كاسة ونص شوفان. من الشوفان. نقدر نستحيد عن الشوفان؟ انا الاشخاص عندي حساسيه من الشوفان. عن جد؟ اه. انا بالعكس، انا هاي حطاها للي عندهم حساسيه من الجلوتين. هلا عندي حساسيه الجلوتين اللي هي القمح والشوفان كمان. كمان بضايقني كثير. يمكن تحطي كورن فليكس. جربتيها بالكورن فليكس؟ لا. ممكن تزبط بالكورن فليكس كمان. هلا هيك حطينا المكونات اللي هي الجافه مع بعضها. اوكي. حطينا اللي هي الملح، وحطينا القرفه والبيكنج باودر. بالضبط، حطيناهم على الشوفان وخلطناهم. هون انا زي دائما بحب اعمل، بحط الفانيلا على البيضه على اساس انه تاخذ اللي هي زنختها للبيضه. اوكي. انا هاي تعلمتها منك مريم. وبعدين هون بحط الحليب، وبعدين بضيف له البيضه اللي هي كاسه الحليب، بضيف لها بيضه، وبعدين بخلطهم. بعد هيك بحط لهم اللي هو شراب القيقب، ميبل سيرب. اسمه شوي غريب بالعربي، شراب القيقب، اول مره بسمع اسمه بالعربي. اسمه هيك لما واحد يحكيه بستغرب. وبعدين ببدا ابلش انزل اللي هم الشوفان عليهم. كثير سهله، ما بدها يعني فن كثير. أنا قاعدة بحكي لمريم بالفاصل بقولها بتخلي كتير الطبخ هيك يبين سهل، بتعطينا هيك إنه بسيط كتير، فجد دائما تعطينا مكونات بسيطة وسريعة التحضير وصحية. أهم إشي إنها تكون صحية. صح، بحس بتهتمي ما تحطي سكر أبيض، دائما تستخدمي عسل أو بتعرفي شغلة. هلأ إحنا عنا في الأردن السكري الثاني من النوع الثاني للي عمرهم فوق الأربعين سنة يكون 60% من المجتمع تبعنا. مزبوط. لو تعودنا وإحنا صغار ما بصير عندنا مشاكل وإحنا كبار. مزبوط. هلا في إشي كمان الواحد بيقول لك لا إجاله عكبر، فيش إشي اسمه إجاله عكبر يا جماعة، هو بيكون عنده مقاومة أنسولين وبعدين بتحول لسكري، فبناش ندخل بالطب، لكن فعليا يعني هو هذا الموضوع إنه هو بتطور، فإحنا بنقدر نحد منه بأسلوب حياتنا، بأسلوب الأكل اللي إحنا عم ناكله. بالضبط. هلا في اللي هي المغرفة اللي هو ربع كوب. أوكي. بالضبط، بعبيها مليانة وبحطها في قوالب الكب كيك. أهم إشي قالب الكب كيك عندي يكون مدهون بزبدة أو زيت أو اللي هو السبراي، الكوكينج سبراي، البخاخ تبع عشان ما يلزق. علشان ما يلزق عندنا.
وبنطبخها على درجة حرارة 180 من 20 ل 25 دقيقة لغاية لما يحمر الوجه. تمام. هلا فينا نستعيد عن التفاح بأي فاكهة أخرى على حسب ذوقنا إحنا، وفينا كمان نزين بأشياء إذا بدنا مثلا قرفة. هلا هون أنا عاملة حتى قرفة على الفوق اللي يعني اللي واحد بحبه، ممكن مكسرات بس عشان مدرسة ما بنحب إنه ناخذ مكسرات على المدرسة لأنها ممنوعة عشان حساسيات والأطفال وهيك. فأنا بحب أحطهم بلين، كل واحد على راحته. بالضبط. هلا في كمان شغله، الحلو بهاي الشغله انها بامكانك تتركيها بالثلاجه لمده اسبوع، بالفريزر لمده 6 اشهر، وتسخنيها شوي وبس بعدها تستخدميها. وهينا ريحناكم باول شيء اللي هم اكواب تفاح مع الشوفان. بالضبط. اوكي. هلا الشغله الثانيه اللي عندنا اياها، وهي كثير حلوه لما اذا واحد عنده اطفال يخلي اطفاله يعملوها معه، اللي هي عباره عن فطاير الجبنه. يمكن أن أحمشها زي هيك أو تكون زي هيك مش مأحمشة، على حسب كيف بيحبوها. هيها يعني حتى الأطفال بقدر يعملوها هم لحالهم بالبيت زي ما كانت عم تحكي مريم. يلا. والحلو فيها أنه دخلنا فيها كمان خضروات اللي هي جزر. أوكي. على أساس أنه نساعدهم أنهم يأكلوا أكثر خضروات. بإمكاننا نضيف كمان كوسة على حسب إيش إحنا اللي بدنا نضيفه يعني لأطفالنا، أنه على أساس أنه نعطيهم حصة من الحصص اللي هي الغذائية للخضروات في يومهم. تمام. هلأ في عنا هون المكونات تبعتها سهلة، بيضة، نص كوب حليب، نص كوب جزر. جزر بس بحب أحطه بمي شوي سخنة لثلاث دقائق عشان يطرى، عشان ما يعطيني خرشة لما أطبخه. أوكي. وهون في عندي جبنة مبشورة كوب، وكوب من الطحين، الطحين اللي هو المالتي جرين اللي هو فيه حبوب كامل. بالضبط. أوكي. على أساس أنه أفيد لأنه فيه ألياف، بيعبي المعدة أكثر، صحي أكثر. تمام. هلأ أول إشي بعمله زي دائما بحط الحليب مع البيضة. تمام. أوكي. بعدين بضيف عليهم، بخلطهم شوي، بضيف عليهم الإيش الطحين شوي شوي. بعد هيك بضيف اللي هي الجبنة. وأي جبنة هم بقدر يستعملوها؟ أي جبنة. هلأ الجبنة كثير مفيدة لأنه فيها كالسيوم، فيعني هيك بندخل إشي عنصر مفيد. تمام. والجزر بس؟ والجزر. هاي هي. وبنخلطها منيح. طب نحطها بالفرن ولا على النار؟ هلأ بنشوف كيف بدنا نعملها. بنجيب صينية نفس الإشي، بنكون داهنينها زيت أو زبدة أو اللي هو البخاخ تبع الطبخ، بالمعلقة زي ما هي المعلقة هيك بنحطها دائرة، بعدين هي لحالها بالفرن تطلع عندي بهذا الشكل، تفرد بصير عندي هذا الشكل. واو. وقديم خليها بالفرن؟ بنخليها تقريبا مدة 15 ل 20 دقيقة على 180، يعني هون عندك 20 ل 25، هون لا 15 ل 20. اوكي. وهي كمان ما بتاخذ وقت ابدا. وهاي فيها تنترك بالثلاجة، بتسخن بالتوستر، بامكانك تسخنيها بالتوستر، بتسخن بالشواية او على الغاز من فوق. وبعدين يعني بتخيل بقدر ياكلوها باردة. لا اذا بتقدر تاكلها باردة كمان، كثير زاكي هي صراحة يعني. طيب هلا هلا بتخبي. هلا اخر شيء اللي هي الساندويتش رولز. هلا انا بشوف انه اطفال بياخذوا سندويشه بتركوا ربعها بتركوا نصها، فانه حلو انه تشكلي لهم، يعني زي هون عندنا حاطين تشكيله، بامكان هالام تعملها 3 رولز 4 رولز لكل العيله، وبعدها بتقسمهم وبتاخذ على حسب اللي هو الطفل تبعها ايش حابب ياخذ باللانش بوكس تبعه. حلو كثير. اوكي. اوكي. هلا هون في عندنا خبز التورتيا. اوكي. في عندنا المكونات جبنه، شوية زبدة عشان ألزقها، خس، ماسترد، وبندورة وتركي. تركي هو مفيد أحسن من المرتديلا لأنه ما فيه مواد صناعية كتير. التركي بنقدر نطلبهم إحنا أصلاً، بنقول لهم صدر حبش اللي بيكونوا حاطين لك إياه، بقول لك إنه هذا خالي من مواد الحافظة أو فيها قليل. بالضبط بالضبط بالضبط. أكثر إشي يعني بيكون لين وهيلثي وما فيه نسبة دهون عالية. أول إشي بنعمل بنحط اللي هي عنا التركي 3 هيك، وبعدين بنحط فوقهم الجبنه اللي نوع اللي بيحبوه الاطفال تبعونا، يعني ما بتقيد حال. بالضبط. في ناس بحبوا تركي وحلوم كمان نستعملها. بعدين هلا بدي اعطيكي تب مفيده جدا، البندوره ما بنحطها دائما تحت، دائما بنحطها فوق عشان ما تخلي لي السندويشه رطبه. ما انا هذا اللي بدي اسالك اياه، انه على المدرسه كيف ياخذوا بندوره؟ انا بحسها بتشتش السندويشه. هي اذا بتحطيها جوا ما بتشتشها. اوكي. وبعديها بنحط
خاص، او خلينا ناخذ شويه ماسترد اول. هذا ماسترد مالتي جرين اللي هو خردل كامل الحبوب، اوكي، مفيد بس ما بنستخدمه بكثره لانه اذا استخدمناه بكميه كبيره بيعطيني مرار، اوكي، يعني بس هيك شيء بس اللي يعطي نكهه خفيفه، اوكي. وهلا هون بنحط الخس، شكلي مقطع خس كثير انا بس شكلها هيك كمان فرش، اوكي. وبنسكرها اخر شيء باللي هي الزبده، شوي زبده مش كثير، على اساس لازم نحط الزبده؟ مش لازم، بس عشان تعمل جلو بدك شيء يلزقها مع بعضها. هلا لما نلفها بدك شيء يلزقها، خليها كلها تلزق السندويشه عشان ما تفك عن بعض. بالضبط. هلا بامكانك كمان اذا ما بدك تستخدمي زبده ومش حابه تستخدمي الزبده، يعني انا لانه انا بحب طعم الزبده في السندويشه، اذا ما بدك بامكانك تستخدمي مي. المي لحالها كمان بامكانها يمشي الموضوع. هلا بنعمل هيك وهيك من على الجنب. انا صراحه كثير بحب خبز التورتيه، يعني بستعمل خبز الذره لانه الخبز العادي بقول لك الف حساسيه، قمح وذره وبنلفها وبعدين بنجيب زي السكيورز او العصيان ونبلش ايش نقطعها على شكل دوائر. هلا هاي فتحت لانه ما فيها هلا هون هيك، هلا هون شوي ناشفه عندي انا الخبزه. ايوه مش مشكله، هينا عندنا الشكل النهائي هون احنا. ايوه استني شوي هلا هيك هيك. طيب هيها هيها هاي هون وهي شكلها النهائي. يعني هاي هي الافكار اللي هي في. هلا في حشوات متعدده، انا عملت اكثر من حشوه. في عندنا حطيت اللي هي الجبنه البيضاء مع الانجاص، وعن جد على بالي تجربيها تحكي لي رايك فيها. هلا بالفاصل بجرب لكم اياها وبخبركم. وفي اللي هي حطيت الموز على اساس انه ندخل اللي هي الفواكه على غذاء اطفالنا، حطيت الموز مع المربى. وفي حطيت اللي هي العادي الكلاسيك اللي هو زعتر مع لبنه. الزعتر واللبن يعني ملك، يعني ملك الساندويشات. يعني ما بتقدر تخطئي فيه. لا 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 هو صح 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 جد. والتركي هي كمان كان استخدم تونه، كان استخدم بيض، نستخدم انواع جبنه مختلفه كمان مع التركي. بالضبط. حسب رغبه الطفل. بالضبط بالضبط. فاذا صار عندنا ثلاث وصفات سريعه جدا، هاي كمان يعني من الاشياء اللي حسيتها ممكن كثير ست البيت تستفيد منها. اربع مكونات بسيطه جدا الاولاد حتى بيقدروا يساعدوا بالمطبخ، وعندنا اكواب التفاح مع الشوفان والسندويشات الرولز المتنوعه. وكثير هاي مفيده للي عندهم حساسيه الجلوتين كمان. شكرا كثير لك مريم، يعطيك الف عافيه. دائما هيك بتعطينا وصفات سريعه وشهيه بنفس الوقت. سلم ايديكي ويعطيك الف عافيه. تسلمي. راح اخبركم على النجاس والجبنه بعد الفاصل، خليكم معنا.